3 2 1 على الهواء. من مسافر يطا وعلى قمة تلة مطلة في خلة الضبع، بث برنامج فلسطين هذا الصباح عبر شاشة تلفزيون فلسطين إلى العالم، ليكون من قلب 38 تجمعا فلسطينيا مستهدفا، حيث قررت محكمة الاحتلال تهجير 12 تجمعا منها بحجج واهية كإجراء تدريبات عسكرية. فبعد 22 عاماً من إجراءات التقاضي، رفضت محكمة الاحتلال التماسات أهالي 12 قرية فلسطينية وتجمعاً سكنياً في مسافر يطا ضد هدم منازلهم وتهجيرهم منها واعتبار أراضيهم مناطق عسكرية، بل وقضت بتغريم الأهالي ما يزيد على 6000 دولار بدل تكاليف محكمة. رسالة دعم للمواطنين في هذه المنطقة وتعزيزا لصمودهم حملتها هذه الحلقة بتوجيهات من المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف لنقل معاناة المواطنين في هذه المنطقة، حلقة جعلت طواقم البرنامج تستنفر على مدار أيام لإخراجها من مكان يتعذر فيه وجود مستلزمات البث التلفزيوني. هي وقفة إسناد لمن يهددهم شبح التهجير الذي يرقى إلى جريمة حرب بتشريد أكثر من 4000 مواطن ومواطنة، بينهم نحو 580 طفلاً. حلقة نوعية تنقلت عبر فقراتها بين سوسيا وأم الخير وصفي التحتة والدقيقة ومغير العبيد والمجاز والتوانة وطوبة والجواية وخلة الضبع والمركز، لننقل عبر شاشة الوطن معاناة تلك التجمعات من عدم قدرتهم على الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء، وصولاً إلى الهجمات المنتظمة من المستوطنين الإسرائيليين وقوات الاحتلال. ليست المرة الأولى في مسافر يطا ولن تكون الأخيرة، فسيبقى الإعلام الرسمي صوت المواطن ينقل همومه ومعاناته جراء الاحتلال إلى العالم. من مسافر يطا، عرين العملة، تلفزيون فلسطين.